أعلن رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين حمدي الكنيسي عن اعتماد وإقرار ميثاق الشرف الإعلامي. أضاف الكنيسي أن اللجنة تسعى إلى نشر الميثاق في الجريدة الرسمية حتى يكون ملزما بشكل كبير على جميع وسائل الإعلام، وأوضح أن اللجنة تمثل النقابة وقراراتها واجبة النفاذ بحكم القانون، وأن الميثاق يلزم الإعلاميين بمعايير ثابتة ويحاسب من يخالفها. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الاستاذ حمدي الكنيسي رئيس اللجنه التاسيسيه لنقابه الاعلاميين. اهلا بك استاذ حمدي. اهلا بك. اهلا بك. اهلا بك. بدايه استاذ حمدي، ما ابرز بنود ميثاق الشرف الاعلامي وما العقوبات التي تترتب على مخالفته؟ هو طبعا معروف، ويمكن احنا رددنا كثيرا ابرز مواد القانون وعرضناه كما تعلم في حوار مجتمعي، وجمعنا كل الملحوظات من الإعلاميين سواء من خلال الحوار المجتمعي أو من خلال مواقع التواصل أو من خلال الحوارات التي دارت في بعض البرامج. هو ميثاق الشرف الإعلامي ومعه أيضا خد بالك مدونة السلوك المهني، ضمانة كاملة لحرية التعبير لمستوى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية والوطنية. وأعتقد أنه محصلة جهد مكثف للجنة على أعلى مستوى من أساتذة الإعلام والخبراء الإعلاميين، فأنا شخصيا مطمئن تماما إلى القبول الكامل لكل مواد الميثاق. وعشان كده زي ما أنت قلت في المقدمة ان احنا خلاص بصدد نشره في الجريدة الرسمية ومعه المدونة ايضا، بحيث يتم اختار جميع القنوات والاذاعات به وتأكيد الالتزام به. استاذ حمدي، ضعنا في اهم نقاط هذا الميثاق. يعني الاهم اولا دقة المعلومات وعدم اطلاق اخبار او تصريحات غير مؤكدة وغير موثقة، ده شيء مهم جدا. عدم الجري وراء الإثارة بأي طريقة، الالتزام بكل ما يحمي حقوق الإنسان، وعدم خدش حياة أي مواطن وأي مسؤول. جملة أمور يعني لو هو قدامي دلوقتي حاليا كنت قريت لك منه بعض المواد، إنما هي كلها باختصار المعايير المهنية والأخلاقية والوطنية الحقيقية. جيد. أنت تعلم أستاذ حمدي لدينا عدد كبير جدا من القنوات الفضائية والإذاعات والكثير حتى من المواقع، ما هي الآلية لضبط هذا الأمر ومتابعة كل تفصيلة تحدث على الشاشات؟ هو بالتأكيد ده هدف رئيسي للنقابة. الآلية هي متابعة من خلال لجان رصد، في لجنة رصد حاليا من لجان اللجنة التأسيسية لإنشاء النقابة، أيضا في لجان رد ومتابعة في مختلف الأماكن والأجهزة، ده كله بنستفيد منه، إلى جانب أيضا ما يثار أحيانا في مواقع التواصل أو في الصحف اعتراضا على برنامج ما أو غيره، ده كله بيتجمع. إنما آلية التنفيذ هنا، وأنا عارف ده سؤالك، إن مجرد ما بنتأكد وبناخد تسجيل للحلقة كاملة بنستدعي الإعلامي المسؤول، لأن في رأينا المذيع هو المسؤول الأول والأخير، لأن هو اللي في النهاية هو الذي يملك الاستوديو ويملك الوقت المتاح له، فعلى طول بيتم التحقيق معه ويبدأ العمل بالإيقاف لفترة ما قد تصل إلى 6 أشهر، وقد تصل العقوبة إلى ما هو أكثر من ذلك. وهذا هو سؤالي الأخير، ما هو أكثر من الإيقاف 6 أشهر لإعلامي أستاذ حمدي؟ والله هو إذا لم يلتزم وصمم على الاستمرار في أخطائه ممكن تصل العقوبة إلى الشطب نهائيا من ممارسة العمل الإعلامي. وخد بالك معناها إيه ده؟ معناها إن من يشطب نهائيا من ممارسة العمل الإعلامي لا يستطيع إطلاقا أنه يقترب من الميكروفون والشاشة، لأن هنا بتكون مخالفة جنائية، يعني حاجة أمام القضاء فورا.
شكرا جزيلا الأستاذ حمدي الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة.